تعليم الأطفال الإبداع والابتكار شيء مطلوب، وعلشان تلاقي مكان يهتم بتطوير مهارات وموهبة طفلك بيكون صعب، لكن مع أكاديمية الفنون الجميلة الموضوع بقى سهل. إحنا هنساعده ينمي مهاراته من خلال تعليمه الرسم بكل أنواعه وخاماته وتفاصيله، زي الرسم بالرصاص والخشب وألوان المية والفحم، وكمان إزاي بيتم إعادة تدوير الخامات والأعمال اليدوية. وفي ورشة فنية متخصصة في نهاية كل شهر، سلك قماش أورجامي، ومسابقة في نهاية الصيف، ومعرض للأعمال وتوزيع الجوائز. مستنيين إيه؟ خدوا خطوة في تنمية مهارات وإبداعات أولادكم في أكاديمية الفنون الجميلة. زورونا في فرع الأكاديمية الجديد، 28 شارع عبد الله بن طاهر، متفرع من مخرم عبيد، مدينة نصر. وتقدروا تتواصلوا من خلال الاتصال على 0128578868 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك. مع أكاديمية الفنون الجميلة، نمي مهارات طفلك.